ونتصفح قائمة فوربس للأغنياء في مجال التكنولوجيا لعام 2021، شفت اسم لي جون وهو رئيس التنفيذي حق شركة شاومي. اليوم احنا موجودين في أول متجر لشركة شاومي في البحرين، وخلونا نشوف العروض اللي بتنطلق ابتداء من اليوم وحتى 5 ديسمبر. ولا تنسون تجهزون الآلة الحاسبة قبل ما نبتدي التغطية. إذا شريت واحد من هالتلفزيونات من شاومي اللي هو 43 أو 55 أو 65 أو 75 بوصة، راح تحصل على السبيس هيتر من شاومي واللي قيمته تقريباً 39 دينار و900، أنت بتحصل مجاناً عقب ما تشتري هالتلفزيون. شفت ولا ما شفت؟ شوف شوف السعر 100 دينار مخفض من سعر دراجة شاومي الكهربائية اللي تجيكم بوزن 14 كيلو وتخليكم تقطعون مسافة 30 كيلو. خلونا نستعرض وياكم الشاشة اللي موجودة في الدراجة الكهربائية، مثل ما تشوفون في البطارية المتعلقة بالموتور الكهربائي، وأيضا عندنا المسافة اللي قطعتوها والوقت اللي قطعتوه وحاليا السرعة اللي تمشون فيها. خلونا نبطل لكم الليتات اللي موجودة في الدراجة الكهربائية. طبعا الليتات موجودة في الوجه الأمامي والوجه الخلفي من الدراجة الكهربائية. جهزت الآلة الحاسبة ولا شلون؟ إذا جهزت يلا. كل تلفونات شاومي الفايف جي راح تكون فوقهم هدية حلوة اللي هي الشاومي سمارت باند الإصدار الخامس. طبعا الساعة فيها مميزات وايد حلوة، من ضمنها أن بطارية تدوم لمدة أسبوعين، ومو بس كذي الشارج بيكون وايرلس وبتقدر تتبع أنشطتك الرياضية. منقي الهواء من شاومي يبي له حسب الكلكليتر، سعره الأصلي 120 دينار والسعر الثري سي ب 49 دينار و900. الحين 139 دينار قيمة الجهازين مع بعض، يعني 30 دينار تقريبا انت موفرهم. شاومي بورتبل فوتو برنتر تجيكم بسعر 24 دينار و900. شو اللي تغير؟ اللي تغير انه بتحصلون على 3 بوكسات اوراق، كل بوكس فيه 20 اوريجا يعني 60 اوريجا. ومو بس كذي، هالطابعة تشتغل على الاندرويد والاي او اس، والاحلى من ذي كله احسبها دينارين و900 سعر البوكس الواحد. احلى شيء في السكوتر الكهربائي الاصدار الثالث من شاومي انه هو قابل للطي ويخليكم تقطعون مسافه 30 كيلو متر بهذا السكوتر، يعني تقريبا من مجمع السيف في المنامه الى المطار ومن المطار الى المجمع، وبعد بتبقى عندكم بطاريه في هالسكوتر. والاحلى من ذي كلها ترى سعره مخفض 20 دينار عن سعره الاصلي، حاليا سعره 169 دينار و900 بعد التخفيض. هذه 65 واط سعره 4 دينار و900 مثل ما شفتوا، لكن حاليا 3 حبات ب 9 دينار و900، يتميزون بانهم يشتغلون لمده 25,000 ساعه. ومو بس كذي، تقدر تتحكم بالالوان RGB وايضا بالفويس كنترول اللي هو جوجل واليكسا، تقدر تفتحهم وتصكهم بكل سهوله. بنرويكم احنا على تجربه حلوه للليتات الموفره للطاقه من شاومي. طبعا مثل ما بتشوفون يتم تغيير الالوان بواسطه التلفون، وتقدرون تستخدمون مثل ما قلنا اليكسا وجوجل بالفويس كنترول، وبكل بساطة بتغيرون درجة اللون اللي حابين تعرضونها في الليتات. مكنسة شاومي مكنسة خفيفة وهادئة في نفس الوقت، سمعوا صوتها؟ هذه هي على نظام الإيكو، هي تكنس وتمسح في نفس الوقت، وفيها كوب لفصل الغبار، ومو بس كذي بطارية تدوم 65 دقيقة. وهذه هي ماكينة شاومي للحلاقة، تجيكم ببطارية لمدة 60 دقيقة أو 30 مرة للحلاقة. ومو بس كذي، بيكم وياها راس مجاني للحلاقة، وهي مقاومة للماء وتنشحن بالتايب سي.